كان لنا اليوم شرف التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الثقافة والفنون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي الاتفاقية التي نسعى من خلالها إلى تجسيد عدد من الأهداف، من بينها وضع معايير للأداء وتحسين نوعية وجودة الأداءات، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية لحقوق التأليف والحقوق المجاورة خاصة لدى الطلبة من حاملي المشاريع المبتكرة، والتي تأتي بقيمة مضافة إلى الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الوطني بشكل عام. نساهم معا في إطار التعاون الحكومي من أجل أن يصبح الطالب المتخرج من الجامعة حامل لمشروع خلق الثروة، مشروع خلق مناصب شغل، وبالتالي تحويل الرأس مال المعرفي إلى منتوج قابل للتصنيع وللتسويق